مرحبا بالجميع اللي كيشوفني اول مره، ما يبخلش علينا بلايك وبكومونتير ويتابونا ويدخل عند خوه فاسي فلوغ. مرحبا، القلب واسع للجميع، مرحبا بالجميع. نلتقي بعد قليل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، الصحه مزيان، هانين بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير. بزاف ديال الناس خرجوا يهضروا على السي الخراز، بحال العاده ما كنبغيش انا نخرج في الاول نهضر، كنخلي حتى كيخرجوا الناس كلهم يهضروا، عاد كنجي كنعطي البوان دو في ديالي، كنعطي يعني رايي الشخصي في الموضوع، لان ما يمكنليش انا غير بنادم يخرج يهضر ونخرج انا نجاوبو بدون يعني غير نخرج هكا نهضر عشوائي. خصني الا خرجت نهضر ونعطي الناس شي حاجه تكون يعني على ارض الواقع كي كنقولوا، باش ما نطولش عليكم. حنا كنقولوا واحد المثال في المغرب، كنقولوا اللي فيه الفز كيقفز، اللي فيه الفز كيقفز. ما ديرش، ما تخافش، ما فكرشكش العجينه، اللي بغى يقول شي حاجه خليه يقولها. انا عارف راسي اش كنسوى، ما يجيش واحد اخر يقيمني ويقول لي انا شنو كنسوى. انت اللي خرجتي كتهضر وكتغوت، دونك انت اللي عايش بلي بات وعايش بكسميتو في الطرويات ديال الزبل ديال اوروبا. واخا يعني عندك الفلوس وعندك كل شيء، ولكن في قلبك الجوع، ديما اللي فيه الجوع غيبقى فيه ما الجوع، عمرو يتحيد منه الى الابد. اللي فيه الجوع يبقى فيه الجوع. داكشي اللي قال الخراز راه حقيقي، ما كذبش. ما خصناش نبداو ندربو الشمس بالغربال، ندربو الشمس بالغربال، نبقاو تابعين الشمس وكندربوها بالغربال. خصنا نكونوا صراحة، خصنا نتصالحوا مع نفسنا بعدا، والذات ديالنا هو الاول، عاد نبداو نحكموا على الناس ونهضروا على الناس. واش الخراز قال شي حاجه ما كايناش؟ يكذب الخراز. انا عايش في اوروبا حتى انا، ولكن الهضره اللي قال الخراز ما ديتهاش فيها حيت ما كتعنينيش انا، حيت انا تلاجتي عامره وكنخسر فلوسي كلهم غير على الماكله. انا كنعرف راسي فيا الجوع وكذا ومجواع وشحيح وبخيل، وغدا غدا يقولوا لي فرونسي، انا جو سوي باز ان غدا، انا ماشي غدا. ملي كيكون الانسان فيه الجوع في القلب ديالو، هذاك هو اللي كيخرج كيهضر وكيقول لك الخراز سبني، سبنا الخراز. وملي الانسان ولد الخير وشبعان، الهضره اللي قال الخراز ما كتعنيش. لذا انا خرجت باش نقول الهضره اللي قال راه كاينه واقعيه، بحكم انا عايش هنا في اوروبا. شفت الناس هنايا، كاين ناس عندهم الديور وعندهم كل شيء، يفرشوا لك الفلوس ويغطيوك بالفلوس، وفي القلب ديالهم الجوع، ما كيعطيوش الخبز، هما هكاك دايرين. صاحبي تمشي لعندو للدار ما يحطلكش الخبز وما يعرضش عليك. هنا الناس ما كيعرضوش شي، ما كيعرض على شي، ما عندهمش الثقافه ديال الخبز. نعطيه الخبز والقلب ديالهم شحيح، وربي عطي الوجه ديالهم مقزدر بحال شي قزديره مصفح، الله يستر وجههم كحل. علاش؟ السبب شنو هو؟ هو الجوع. هما ما عارفينش السبب منين جا، علاش هما هكاك دايرين؟ راه الجوع. الانسان اللي ما كيعطيش الخبز، خصك تعطيه الخبز وتصدق تعطي الخبز للناس وكذا، وكون بابك مفتوح. الخبز خصك تكون كتلوح الخبز كي كنقولوا في الطارو، باش ياكلوه الحمام وياكلوا الدجاج وياكلوا معاك الحوت وياكلوا معاك الناس. كتسمى انت انسان كتصدق، كدير الخير، انسان مثالي. ولكن كاينين الناس الله يهديهم عندهم قلت لكم يفرشوا لكم الفلوس ويغطيوكم بالفلوس، ولكن ما يمشيش يعطي الخبز حتى للحمام الا عنده الخبز شاط عليه، كيكمسو في الميكا ويحطو في القمشي مجوعين. هنا في الاوروب عمري شفت الله يسر صاحبي شي وحدين شفتهم هنا، ما عمري شفتهم في الحياه ديالي هنايا، ما عمري شفتهم في الحياه ديالي. انا ما خرجتش هنا باش ندافع على الخراز ولا ندافع انا على شي واحد. انا ديما قلت لكم فلاشين ديالي ملي كنخرج نهضر على شي موضوع حتى كندرسو مزيان، كنخرج كنعطي للناس حقائق، يعني ما كنعطيهمش مغالطات نكذب عليهم ولا ما عنديش لغه الخشب. انا خويا الا فرط فلطه بالصباط، خويا الا غلط نهضر عليه ونعاقبه ونحاسبه. واخا خويا انا ما كنعقل حتى على شي واحد انايا، القانون القانون سي القانون، لا لوا سي لا لوا. ما عنديش انا خويا ولا اختي ولا بنت اختي ولا، الا غلطتي تودي، هذا هو الحق والعدل. خصك تخرج تهضر في اي واحد، الا ما عجبكش وكذا تخرج تهضر فيه، ماشي مثلا هذاك حيت خوك بار اكزومبل تقول هذاك خويا ودير عين ميكا وتغمض. لذا داك الشيء اللي قال الخراز راه كاين، ولكن ما كيسراش على الجميع. لذا قلت لكم انا قبيله ما خرجتش ندافع على الخراز، استغفر الله العظيم.
كاينين الناس في اوروبا فعلا عنده الصح، ولكن هو كثر بزاف، قال لك 3 ديال المليون، ما كنظنش 3 ديال المليون. خصو يذكر هو بغى يقول واحد الميساج ولكن ما عرفش يوصلو للخراز، وصلو بواحد الطريقه بحال اللي كنقولوا تلقائيه سبونتانيمون. كيهضر هو سبونتانيمون، سي كي كان سبونتاني سافو دير هو هضر تلقائي، لاح واحد الهضره كان ديجا هو في دماغه، فكر فيها في دماغه، راه ديجا في دماغه في دماغ اي مغربي الهضره هذه، باش نكونوا متفقين فيها ونكونوا صراحه. في المغرب اي واحد كتجلس تقهوى معاه وانت برا كيتهاو تيقصر معاك وتهاود معاك وداك الشيء، وانت مثلا كيعرفك هو برا، غير ان فوا كتنوض كتعطيه بالدار كيجي شي واحد كيجلس حدا صاحبو كيقول له برا انت يا تا هما راه ما عندهمش كدا، راهم عايشين غير بلا با تما وكدا وهادي وهادي، هو ما عارفك ما والو، هو حاكم على عليك انت برا، حاكم على الناس كلهم اللي برا كيعيشوا بلي با وانه ما عندهمش، انا كيجيبو غير مليون كيخسروا ويمشيو. راه كاينين الناس قلت لك هنايا يفرشوك، يفرشوا لك الفلوس ويغطيوك باش نعطيكم حقائق باش تفهموا. انا رجيت نفهمكم شي حوايج للناس اللي ما فاهمينهمش. كاينين الناس هنا كيفرشوا لك الفلوس ويغطيوك بالفلوس، وكيمشيو لابوبيل، كيمشيو لابوبيل ديغيغ لي ماغازان ديال لي برودوي اليمونتير اللي كيبيعوا الخضره وداك الشيء وكذا، كيهزوا ديك الطروحه شاكم الزبل، كيجبدوا مطيشه وكيجبدوا القرعه وكيجبدوا بطاطا وكيوليو ينقيوها كذا وكيوليو يطيبوها في دارهم، وعندهم خمسه ديال الضيوف في المغرب وعندهم الفلوس وعندهم كذا، وجوعين غاديين يابسين هكا حتى كيموتوا، بالتالي ما كيستافدوا والو من داك الفلوس. فهمتوني غير باش تكونوا صراحه. وكاينين الناس اللي بخير في اوروبا، عايشين بخير، كيسكنوا في ديور واعرين وكياكلوا مزيان ويبرعوا ولادهم وكذا، ما تحكموش على الناس كلهم انا كياكلوا لي بات ولا، غير باش تحيدوا هذه الفكره من دماغكم. الخراز بغى يقول واحد الهضره يوصل واحد الميساج، ولكن ما عرفش كيفاش يدير يوصل داك الميساج، وانا فهمتو اش كيقصد في الميساج ديالو، والناس اللي كيقصد فهمت على الخراز، حيت اللي فكر شو العجينه وعارف كذا هو اللي ما غيفهمش الخراز، ويخرج ديريكت وغيكلاشي وغادي يسبو ويقول له كذا وهادي وهادي، وعلاش قلتي ديك الهضره وكيفاش، وحنا اللي كنوقفوا معاك، وبزاف ديال الهضره قالوا عليه بان حنا اللي وقفنا معاك وهزينا الكلاشين وحنا اللي كنكذبك، هذيك هضره خاويه. الخراز وقف مع الله سبحانه وتعالى، ما وقفتي معاه لا انت لا انا، انت اللي كتدخل وكتحل ديريكت يوتيوب وكتمشي ديريكت تشوف الخراز، راه انت معمي ربي هو اللي يعملك عينيك وديريجاك ديريكت باش تحل وتشوف الخراز، على كاين غير الخراز بوحدو اللي كيعاود القصص في المغرب، كاينين بزاف الناس كيعاودوا القصص، ولكن بالضبط كتمشي انت تشوف الخراز، لان ربي هو اللي داك اتجاه الخراز باش تشوف الخراز، ربي هو اللي كتب له الرزق وهو اللي عطاه الخبزه وعطاه الرزق، ما تحيدوا له لا انت لا انا لا واحد اخر، غير باش نكونوا متفاهمين في هذه القضيه. الناس اللي كيبقاو حيت المغاربه حنا ديما كنبداو كان كي كنقولوا كنبداو كان مثلا ملي كنديروا الخير في شي واحد نمنوا عليه، كي كنقولوا باللغه العربيه تمنون على الشخص، يعني كتقول انا درت لك، انا اللي درت لك، انا اللي هزيتك، حنا اللي هزيناك بسببنا باش انت وصلتي تما، حنا اللي واقفين معاك، حنا كذا، كنمنوا على الانسان حنا في المغرب بزاف، وحنا غالطين، راه ماشي حنا، حنا غير سبب، راه ربي هو اللي سهل، هو اللي جعلنا حنايا كسبب باش داك الخراز طلع له لاشين ديالو ويشوفوه الناس ويوصل داك الشيء اللي وصل له دابا، راه حيت كاينين بزاف الناس كيعاودوا القصص في المغرب ماشي غير هو، وما عندهمش لي في بحال الخراز، وما وصلوش لداك الشيء اللي وصلوا للخراز، لان هما دوك الناس هادوك ربي ما بغاهمش يوصلوا مثلا، ولا عنده كاين يعني واحد الرساله واحد شي حاجه، علاش ربي ما بغاش مثلا دوك الناس يوصلوا، يعني اي حاجه ربي دارها في الدنيا عارف علاش، واي واحد وصل ولا لاباس عليه ربي اللي وصلوا، ما وصلتيه لا انت لا انا لا واحد اخر، كل واحد ورزقه كي كنقولوا. كاينين بزاف ديال الناس اللي خرجوا بغاو يركبوا على الموجه وبغاو يديروا البوز يعني على ظهر سي الخراز، يعني هذا شيء واضح يعني للعيان، انا غادي مثلا نستغل الفرصه ان مثلا خصني غير نسايب الخراز شنو يقول، شنو خرج على فمو، نخرج ديك الساعه ونكلاشيه ونقول شي حاجه ما كايناش وكذا، باش انا على ظهره نطلع على ظهره مثلا، نتسلق مراتب على ظهر سي الخراز. الانسان الا بغى يوصل شي حاجه يوصل لها بدراعو وبعرقو جبين ديالو ودراعو، ويقول شي حاجه اللي تكون على صواب وحق، يعني حق، ما خصكش تزيد على الناس ولا تكذب القناة ديالك، خصك تخرج تقول شي حاجة كاينة وتهضر فعلا تكريتيكي، من حقك أنك تكريتيكي أي شيء، أي واحد، أي واحد قال شي هضرة مثلا خارج عن طريق الصواب باغ إكزومبل، تخرج تكريتيكي دير له كومونتير تكريتيكي، ولكن بواحد الطريقة يعني تكون حقانية كي كنقولوا، ما تزيدش عليه ولا تكذب عليه، ما
مثلا كتستغل الفرصه يعني ديال انه قال واحد الكلمه مثلا غير خرجت على سياق الموضوع، سواء داير غير غلط ولا كان طالع له الدم ولا كذا، وانت تشدو كي كنقولوا من ديك الكلمه اللي قال وتخرج وتهجم عليه. علاش؟ غير باش تطلع على ظهره. السي الخراز لاشين ديالو ربي هو اللي سهلو بديك الخبزه هذيك، وبعمر هو خرج يعني هضر في شي واحد ولا سب شي واحد ولا دار البوز بلي بلاك كي كيديروا هما ديال المقاليب ولا التريكيل ولا الهضره الخاويه. هو كان دوز البوليس، ومن سلام البوليس فكر فكره باش ديك الحادث 24 قالوا له كذا بروبوزاو عليه، بدا كيعاود القصص، كيعاود هو القصص، هو ماشي كيدير المقاليب تما ولا كيخرج مثلا يكريتيكي الناس ولا يسب الناس. وحنا الحمد لله الدور ديالنا فلاشين ديالنا حتى حنايا كنخرجوا كنكريتيكيو الناس، ولكن كننتقدوا الناس انتقاد بنا، ماشي كنخرجوا نسبوهم ولا كنقولوا الواقع وداك الشيء اللي كاين. لذا انا خرجت نقول بان السي الخراز نقول يعني لي بوزيتيف ديالو لي نيجاتيف، السلبيات والايجابيات. السي الخراز داك الهضره اللي قال كاينه فعلا، ولكن ما كت لا تسريع للجميع، ماشي المغاربه كلهم كياكلوا لي باتو ولا كياكلوا من لابوبيل، ولكن هذه هاد الهضره اللي قال يعني خرجت منه تلقائيا، مسكين خرجت منه تلقائيا وندم علاش قالها. والسلبيات ديال السي الخراز انه كيدخل شي بعض المرات في شي مواضيع ما خصوش يدخل لهم، خصو يتكونسونطرا على لاشين ديالو على القصص ويبعد على المشاكل اللي بعاد عليه، باش ما يلقاش مشكل مع الناس، ما يبقاش يهضر بزاف في الدين ولا في الحجاب ولا الدين ولا الجامع ولا الحياه. اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، حنايا دوله يعني عندها قوانين وضوابط، ودوله الدوله ديال الحق وديال القانون، ماشي دوله ماشي زريبه. داكشي هذاك ماشي دخلو هو، ما يدخلش راسو بداك المشاكل هذوك، يبعد عليه، يتكونسونطرا مع القصص ديالو ومع لاشين ديالو، يعاود للناس، يفوج على الناس ويرفه على الناس. هادو هما السلبيات اللي كيرتكب السي الخراج شي بعض المرات، كيدخل في شي مواضيع اللي بعد عليه ويخلقوا له مشاكل مع الناس، منهم الدين، يحاول يبعد على هاد المشاكل الدين. المهم خير الكلام ما قل ودل، انا خرجت هنايا وعطيت ووضحت الهضره اللي قال السي الخراج باش شي ناس يفهموا اللي بغاو يديروا البوز ويطلعوا على دار السي الخراج باغ اكزومبل وكلاشيو. وداكشي هو ديك الهضره خرجت منه تلقائيا، وراه كاينه داكشي اللي قال ما كذبش، وهو ماشي عاير وجه اسهم اسبوع الاتهام، ماشي جا عندك انت للدار ديالك، دونك انت اللي خرجتي كتكلاشيه، دونك انت عايش بلي باتو فيك الجوع وكذا، كتاكل من لابوبيل. انا حتى انا عايش في اوروبا، ديك الهضره اللي قال ما كتعنينيش انا. خير الكلام ما قل ودل، كنحكم في الله. جو بوزيم جو بوزيم، بيس اند لوف بيس اند لوف، على بروشين فيديو ان شاء الله. تشاو تشاو تشاو.